ألف مبروك ليك ولكل المصريين طبعاً اللي حصلوا على هذا الإنجاز. وأولاً بقى كلمني الأول عن اللي أنت المسابقة أو الرياضة اللي أنت يعني فزت فيها بهذه الميدالية، كلمني أكتر عنها اللي هي رمي القرص. أنا بلعب رمي القرص بقالي فترة كبيرة في المنتخب. أنا كابتن الفريق لأني أقدم لاعب في المنتخب القومي. الحمد لله احنا كنا في الفترة اللي كنا معسكرين فيها قبل جائحة كورونا، وبعدين المعسكرات كلها والدنيا كلها زي ما حضرتكم وكل الشعوب عارفة ان الدنيا كلها وقفت. فكنا المعسكر في شهر 3 2020، وبعد كده اتأكد تأجيل الدورة الأولمبية. بدأنا المعسكر في الفترة الأخيرة اللي هي في آخر شهر 9 اللي فات، والحمد لله كلنا عزيمة إن إحنا نحقق أفضل نتائج في الفترة كلها. سافرنا بطولة الفزاعة الدولية وبطولة مؤهلة، وكانت كل العالم يعني البطولة دي كنا بنسافرها كل سنة، لكن المرة الأخيرة ديت عدد المشتركين في الدول 65 دولة، جاي كل أبطال العالم فيها. طبعا كلنا كل العالم كله ما كانش يعني كنا بيستعد واحدة واحدة، وجاي من الراحة اللي هي عقب جائحة كورونا، وبدأنا نشتغل ونتمرن. دولة الإمارات كانت عاملة تحفظات كبيرة جدا على الرياضيين اللي داخلين الدولة، 3 مساحات في خلال 10 أيام. في ناس من اللي بينافسوني طلعوا كورونا ما كملوش ما وصلوش للنهائي. احنا الحمد لله كان علينا اجراءات احترازيه من الجهاز الفني عندنا، والحمد لله ان احنا قدرنا نوصل ان احنا نلعب النهائي، وربنا كرمنا الحمد لله بالميداليه الذهبيه. مسابقه قصف القرص دي كلمني اكتر عنها، انا عايزه قصف اعرف. القرص كلمني عنها، دي بتبقى عباره عن ايه؟ هو قرص وزنه 1 كيلو جرام بالنسبه للاعيب الجلوس، و كيلو ونص و2 كيلو بالنسبة للاعيب الوقوف بالنسبة للإعاقات الحركية. الكورس ده احنا انا في فئة طبية بتاعتي بلعب وانا قاعد على كرسي، فلو ممكن بمسك بقى القرص بإيديا وبطوحه بلف حوالين الخصر الوسط كده، وبعدين ارميه بقوة. المسافة بتتقاس، واطول واحد بيعمل مسافة، اكبر واحد بيعمل مسافة هو اللي بيكون البطل. دي مش سهلة خالص، دي صعبة جدا ومحتاجة تدريبات وتمرينات كتيرة يعني. لا مفيش حاجة سهلة. كل حاجة يعني أنا بتمرن تمرين بتمرن تمرينتين في اليوم. أيوة. تمرينة ساعتين اللي هي الرمي القرص أو قصف القرص، تمرينة ساعة ونص تانية بتمرن إعداد بدني وقوة بدنية، بحاول إن أنا أزود قوتي. كل ما ازود قوتي مع السرعه والقوه والمرونه، فبنمشي في طريق صح ان احنا نزود المسافه اللي احنا بنرميها بالقرص. طيب كابتن إبراهيم، دي أول مرة تحصل على ميدالية ذهبية ولا لا؟ حصلت عليها أكتر من مرة في أكتر من كومبيتيشن مسابقة؟ لا الحمد لله أنا يعني لعبت بطولات كتير دولية وعالمية وأولمبية، عامل 3 ميداليات أولمبية في دورة سيدني ودورة أثينا. آخر ميدالية على ميدالية في بطولة العالم في لندن 2017 عامل ميدالية برونزية. بطولات الأفريقية والدورات الأفريقية والدورات العربية بعمل ميداليات ذهبية على طول، لكن هي برضو المنافسة في أبطال عالم في بطولة فزاعة الدولية دي كانت صعبة، والحمد لله إن أنا قدرت ان انا اعمل الذهبيه ديت، خدتها من بوق الاسد كانت زي ما بيقولوا. برافو عليك. طب قولي كانت صعبة ازاي؟ هو حضرتك بصي يعني انا بقول لحضرتك اني بطل عالم بتاع كوبا من كوبا، بطل عالم من اذربيجان، بطل عالم من الهند، كل دول كانوا مشتركين معانا في البطوله. كل الناس عندها الموضوع بتاع جائحه كورونا، والناس كلها كانت مريحه واحنا كنا شغالين الى حد ما، فالحمد لله وكفاءات يعني الشغل بيبان في الفترات ديت، والحمد لله ان احنا يعني قدرنا نعمل حاجة تفرح الشعب المصري طبعا أكيد. وتسعدنا بلقاء حضرتك يعني.